مرحبا، معكم دكتورة ألاء جبري، أخصائية الأطفال وحديثي الولادة. رح نحكي اليوم عن أهم الفحوصات الروتينية للأطفال حديثي الولادة. الفحوصات الروتينية الضرورية نعملها للأطفال حديثي الولادة هي فحص نسبة الأكسجين في الدم، فحص السمع، وفحص فخذ الكعب. عند ولادة الطفل بدخل قسم المواليد لتتم مراقبة وظائفه الحيوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة. بفحص الدكتور الأطفال فحص سريري بشكل كامل، ويتم مراقبة رضاعة الطفل، إخراج الطفل، وصحة الجهاز التنفسي، ونسبة إشباع الدم بالأكسجين لضمان خلو الطفل من أمراض القلب الخلقية. 1% من حديثي الولادة بيعانوا من أمراض القلب، فهي شائعة نسبياً وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالأمراض الخلقية. 40% منها تحتاج علاج في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة، عشان هيك التشخيص المبكر ضروري ليتم العلاج في الوقت المناسب. وفي هاي الحالة نجاح التداخلات الطبية بتشكل حوالي 98%. بالنسبة لفحص السمع، يفضل تقييم الطفل قبل خروجه من المستشفى وكحد أقصى خلال أول شهر من عمره للسماح بالتداخل المبكر. 1 من كل 1000 مولود جديد يعاني من ضعف سمع، سواء بأذن واحدة أو تنتين. ترتفع النسبة لتصل إلى 24-46% عند أطفال الخداج حسب فترة بقائهم في الخداج. معظم الأطفال بنولدوا لعائلات ما عندهم تاريخ مرضي بهذا الموضوع. التأخر في تشخيص ضعف السمع يؤدي إلى فقد سمع دائم، التأخر في الكلام والتواصل، عدم القدرة على التعلم والعمل، قلة الإدراك، وقد يشخص الطفل على أنه عنده تأخر في التطور، والانعزال اجتماعياً والوحدة. يتم عمل الفحص عن طريق جهاز محمول باليد، يصدر نقرات ناعمة تقيس الأصداء أمام طبلة حديثي الولادة. بعد خروج الطفل من المستشفى ينصح بعمل فحص خلال أول 14 يوم من عمره، وهو فحص من كعب الرجل، وهو فحص دم يؤخذ من كعب الطفل، كعب قدمه، ويوضع على فلتر ورقة للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن علاجها، كالأمراض الوراثية والاستقلابية والمناعية. قد يظهر الطفل طبيعي عند الولادة على الرغم من إصابته بهذه الأمراض، لذا من الضروري عمل هذا الفحص الروتيني للكشف عن هذه الأمراض وتجنب الأثار الجانبية والسلبية اللي قد تنتج عنها. بعض هذه الأمراض ممكن معالجته عن طريق حميات غذائية خاصة أو حليب خاص، أو الابتعاد عن أدوية أو أطعمة معينة قد تضر الطفل المصاب، أو عن طريق أدوية تعوض نقص معين عند الطفل. وتعد بعض الأمراض شائعة كقصور الغدة الدرقية الذي يصيب 1 من كل 3000 طفل، ومرض التليف الكيسي الذي يصيب 1 من كل 2500 طفل، وغيرها من أمراض الدم أو الأمراض الاستقلابية كالفينيليوكيتون والجلاكتوسيميا. على عمر الأسبوع ينصح بزيارة طبيب الأطفال للتأكد من نمو الطفل ورضاعته وعدم معاناته من المشاكل المتكررة كارتفاع نسبة الصفار أو اليرقان. 50% من حديثي الولادة يعانون من الصفار، أو المغص الشديد والغازات المزعجة حيث 40% من حديثي الولادة يعانون منها، أو الارتداد المريئي أو التقيؤ المتكرر حيث 70% من حديثين الولادة يعانون من أعراض الارتجاع. ومن المطمئن أن معظم هذه الأعراض تختفي عند بلوغ الطفل عمر 6 شهور. ودمتم أنتم وأطفالكم سالمين.